الرئيس النمساوي يحذر من المواجهات اللفظية بين الأحزاب الحاكمة. المستشار يؤيد مبادرة البرازيل للسلام في أوكرانيا. تطلع رأيا يكشف أن معظم السكان غير راضين عن أداء الحكومة. تراجع معدل التضخم في النمسا إلى 8%. مكتب العمل يجيب عن الحالة القانونية لقضاء الإجازات للباحثين عن عمل. ونمساوي يخسر نصف مليون يورو بعد قصة حب فاشلة. مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. حذر الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلن في خطاب له في مهرجان بريكنز الثقافي من المواجهات اللفظية بين الأحزاب الحاكمة، وأكد على أهمية تجنب استخدام اللغة التي تعزز التمييز بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى تصريحات نائب المستشار فيرنر جوغلر من حزب الخضر، وحث السياسيين على التركيز على إيجاد الحلول المشتركة وتجنب الحروب اللفظية، كما أكد أن الشعبوية لا تهدف إلى حل المشكلات بشكل فعال، بل تعتمد على استغلال العواطف لكسب التأييد السياسي. أعرب المستشار النمساوي كارني هامر عن دعمه لمبادرة الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا لتسوية النزاع في أوكرانيا. وأشاد نيهامر بالمبادرة التي قدمها لولا لتحقيق السلام قائلا: الحرب يجب أن تنتهي يوما ما. وتحدث الرئيس البرازيلي على هامش القمة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مشيرا إلى أن المباحثات بين المندوبين لم تنتهي بعد بسبب مواقف مختلفة تجاه النزاع في أوكرانيا. كشف استطلاع حديث في النمسا عن أن 38% من السكان غير راضين عن أداء الحكومة هذا العام. وأبدى 36% فقط رضا قليل، فيما عبر فقط 2% عن رضا أكبر. وبالنسبة للحكومة المقبلة فضل 33% الاشتراكيين، بينما فضل 30% حزب الحرية و 27% حزب الشعب. واعتبر 64 من المستجيبين أن النمسا تشهد تطورا سلبيا في العام الحالي، فيما رأى 23% أنه لم يحدث أي تغيير، في حين أعرب 10% فقط عن انطباع إيجابي بالتحسن. تراجع معدل التضخم في النمسا إلى 8% في يونيو بعد أن وصل إلى 8.9% في مايو. وأظهر تقرير مكتب الإحصاء النمساوي تحسناً في معدل التضخم السابق وانخفاض متوسط الأسعار بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، وعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الوقود بشكل كبير، وبالتالي تباطأت زيادة تكاليف الضيافة والطاقة المنزلية والمواد الغذائية في نفس الشهر، فيما يبقى قطاع الإسكان والمياه والطاقة أقوى محركاً للتضخم بنمو يصل إلى 14%. أجاب رئيس مكتب العمل في النمسا يوهانس كويب على بعض التساؤلات حول حقوق الباحثين عن العمل في فصل الصيف، وأكد كوبف أنه يسمح لهم بأخذ إجازة داخل النمسا، وإذا كان الشخص يريد السفر إلى الخارج فيجب عليه إلغاء تسجيله في مكتب العمل طيلة فترة الإجازة، وبالتالي للحصول على إعانة البطالة يجب أن يكون داخل البلاد. وبالنسبة للعمل خارج المقاطعة قال أنه يمكن إجراء مقابلات عمل خارج مناطق الإقامة، وهذا ينطبق على الأشخاص الذين ليس لديهم التزامات رعاية، ومن الممكن تأمين مكان إقامة لهم. تعرض رجل أعمال يبلغ من العمر 55 عاماً من النمسا العليا لعملية احتيال عبر الإنترنت بنصف مليون يورو. وكان الرجل قد وقع في حب امرأة غامضة دبت فيه الحماس بمحادثات حول مستقبل مشترك بينهم، ومن ثم أغرته بأنها تملك استثمارات مربحة ومنصات تداول ناجحة،
وبالتالي استثمر الرجل نصف مليون يورو وتم منحه وصولا إلى حساب افتراضي بدا له من خلاله أنه ربح مليوني يورو، لكن في النهاية انتهى الأمر بقلب مكسور وحساب مصرفي فارغ. فعلا مثل ما منقول بالشام خروف وتخورف. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.